أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الشيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟ نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غيره من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة. ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.